طيب نيجي بقى لغزوة السجادة الحمر، رأيك إيه في اللي حصل؟ بص، هي تشابكت اشياء. امير مصري وانا مصري وحضرتك مصريه، نعم، ممكن حضرتك مسلمه او انا مسلم وامير مسيحي، ده موضوع رقم اتنين. رقم تاني. واحد، احنا مصريين مش كده؟ اي طيب شأن مصري انت تتكلمي فيه سواء كان له علاقه بالكنيسه او بالجامع، اي طبعا مش كده؟ لانه طبعا مصر مصر، انت انا مصري. فامير من المنطلق ده تحدث كمصري، وانا واثق. لما حس انه في سوء فهم للعباره، الراجل قال ما يعني ما الدلاله مش كده. هو تحدث على انه الجامع موجود وناس صلي في الجامع، ودي السجاده الحمراء مرتبطه دايما بالحفلات الفنيه عموما، ومنها المهرجان فقط. يعني هو كان دي النوايا المباشره. عايزين نشجع، انا مش عايز اي حد من اي دين اخر. يعني يبقى انا مثلا لو في حاجه متعارضه. الو يا طارق، الو الو، نحاول كده تاني، التليفون فصل. طيب نحاول تاني كده مع ناقد السينمائي الكبير استاذ طارق الشناوي، لانه كان بيتكلم في موضوع في غايه الاهميه، و يعني ضمنا من كلامه انا فهمت انه قد يكون الهجوم الكبير على بوستات أمير رمسيس لأنه مسيحي. ألو، ألو يا طارق. أيوة أستاذ عزو، طيب وصلنا لغاية فين؟ وصلنا لغاية إنه فكرة كل واحد يقول رأيه مظبوط بعيداً عن ديانته. طارق، مظبوط. هل الهجوم اللي حصل على بوستات أمير رمسيس في جزء منها لأنه مسيحي؟ مؤكد مؤكد مؤكد، وفي جزء منها أنت عارفة في اللحظة دي، في اللحظة لما يكون في يعني إيه، في عندنا حدث مهم. انت بتجوزي بنتك كويس؟ حلو الفال ده. فيمكن تحصل حاجه بايخه بايخه ليه؟ من اي حد. وارد ده جاي وارد عاده. لا تثيريها عاده، اي عشان اي خاطر ما حدش ياخد باله، هي حاجات بتحصل. تمام. فانا يعني انت عارفه، هو بس انت كده خضتني على الـ المجتمع الحقيقه، لما تقول لي انه جزء كبير من الهجوم على بوستات امير رمسيس انه لانه مسيحي، انك انت، لانك انت من دين لانه اخر. ايمن بهجت قمر الحقيقه رد عليه بوست برضو، يعني ما كانش مرحب بكلامه قوي، بس انا مش عايز اقول ان كل اللي رد شخصيه بس عايز اقول مستنيره ومتفتحه. اتفضل. عارف، بس انا مش عايز اقول اي حد رد كان بيرد من منطلق طائفي او ديني، لا. نعم، ممكن لكن واحد بيرد عادي. لكن هناك ايضا شيء ما من الغضب. احنا عايزين نبعد ده خالص. ايوه، وعايز الناس ترجع تاني. اوكي، يعني امير حتى لو قال تعبير وفي فهمه، والراجل اعتذر، ده وارد وكل حاجه في الدنيا. صحيح، وارد كويس. صحيح صحيح، وخلاص يعني، والصفحه تتقلب. نتجاوز، فلنتجاوز. نتجاوز، لان انا واثق من انه امير لم يقصد خالص لا صلاه الجمعه ولا الاسلام ولا اي حاجه. هو قصد انه، وده بتشوفيه انت عندك في التلفزيون وانا بشوفه، نعم، في مسبيره لما بيصلوا في الطرقات. أيوة. مش انت يعني اكيد زيي انا بقول لا ده غلط. انا ابقى نازل على السلم والاقي نفسي مش قادر انزل عشان الناس بتصلي في الطرقه غلط. صلي في الجامع، وفي جامع في مسبيره، وفي اكثر من جامع بالمناسبه. أيوة. أيوة. في كذا جامع بره في كل الوزارات الحقيقه والهيئات. طيب، ما ده خطا، ما ده خطا. فبالتالي لما ننتقد ده، هنا مش بننتقد دين، لا، انا كمصري بنتقد. انا سلوك، يعني سواء كنت مسلم او مسيحي. نعم. انا بشوف لو انا مسيحي بقى ما حدش يقول لي عشان انت مسيحي، لا. انا بنتقد خطا يا جماعه. صار امير من هذا المنطلق انتقد خطا. البعض زايد شويه، ومش كل الناس اللي غضبت كانت بسبب الدين، لا. ممكن يبقى يعني يقول له اجتماعيا ما يعني فوتها، او لانه الجامع كان مكتظ فاضطروا يصلوا. بس كده ممكن يعني مش كل من انتقد كان عنده هذا التوجه، لكن يا ريت بقى يعني نقلب الصفحه. وانا عايز اقول لك، امير من اكثر الشخصيات فعلا العاشقه للسينما. ايوه طبعا، بتعرف تختار افلام طبعا. يعني عنده مميزات وواضح مع نفسه، وعمره ما كان عنده اي توجه. انا معاك ان احنا لازم نتجاوز المساله ونركز في المهرجان، ونبعت لحسين نقول له فورا خلي حسن يوسف وصلاح عبد الله ينوروا السجاده الحمراء. أيوة. في انتظام المهرجان.
وأتمنى أنه هو يكون متابعنا وسمعنا، وده بالفعل يحصل في الختام. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق الشناوي، شكرا فندم.